أولا عرف المريض، قال المريض يعفى عنه حضور الجماعة. المريض هو الذي لا يستطيع المجيء إلى الصلاة لمرضه، طيب، فله أحكام خاصة تخصه. من ذلك قال أولا يعفى عن حضور الجماعة، له أن يصلي في بيته، وإذا كان جماعة في بيته هذا أولى، فإن لم يجد أحد يصلي معه فلا بأس أن يصلي وحده. قال وإذا كان القيام يزيد في مرض صلى جالسا، فإن لم يطق فعلى جنبه. لحديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. قال والأفضل الجنب الأيمن، ولو صلى على جنبه الأيسر فلا بأس، وإن صلى على جنبه الأيسر فلا بأس. ويومئ إيماء، يحرك رأسه إلى الأمام في حال الركوع قليلا، ثم يرجع، ثم يزيد في حركته في حال السجود. أما إذا كان يعجز عن القيام لكن يستطيع أن يسجد، يجب عليه أن يسجد، يعني كما قال أهل العلم في القاعدة المشهورة عندهم، الميسور لا يسقط بالمعسور، يعني إذا عسر عليك أمر فيسقط عنك هذا الأمر فقط، لا يسقط عنك شيء آخر، فالذي يسقط فقط الذي تعجز عنه، هذا الذي يسقط. فإذا كان الإنسان عاجزا عن القيام فليس له الحق أن يركع وهو جالس، يقوم للركوع ويركع ثم يرفع ثم يسجد ويكمل صلاته كاملة، لأن الصلاة عبارة عن مجموعة أركان، أي ركن يسقط الذي يعجز عنه فقط، الركن الذي لا يعجز عنه يجب أن يأتي به. فإنسان يقول أنا عاجز عن السجود فيصلي وهو جالس، طيب ما أنت عاجز عن القيام، يجب أن تقوم. ومن هذا نأخذ قضية الصلاة في الطائرة، الذين يصلون في الطائرة وهم جلوس خطأ، لأن يجب عليهم القيام، يجب عليهم ويستطيعون القيام غير عاجزين عن القيام، فيصلي وهو قائم ويركع وقت السجود، نعم يجلس على الكرسي إذا كان ما في مجال يصلي في الطائرة، يعني صلاة كاملة بسجودها وركوعها. على كل حال المهم أن الذي يسقط هو المعجوز عنه، هذا القصد.